الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم النهارده معانا فقرات حلوه جدا وان شاء الله تعجبكم، بس قبل اي حاجه لازم اسلم على صحابي اللي وحشوني طبعا فاروق والشيف. ازيك يا نونو؟ ازيك يا شيكو؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه؟ كله تمام الحمد لله. ازيك يا نور؟ اخبارك ايه؟ يا لمونك. اه يا لوناتك. ازيك يا شيكو؟ ازيك يا رؤى؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب. بنحاول يعني. لا متألق دايما يا رؤى. ده انتوا المتألقين والنوارين. والشيف برضه متألق دايما. يعني بنجتهد حبايبي. بنتعلم يا فندم بنتعلم. طيب يا جماعه، يعني زي ما احنا كده متعودين زي ما بنتكلم مع حضراتكم دايما في ترتيب حلقتنا من الاخر للاول، والنهارده من ضمن الفقرات اللي هتكون معانا هيكون معانا سابي خبيره علم الابراج والفلك، ونقدر كمان نتكلم معاها عن اي استفسارات عن اي رؤيه او كمان مطلع النجوم او زي ما بيقولوا يعني في علم الفلك. تابعونا من ضمن فقراتنا النهارده ان شاء الله. وبرضه هينورنا ايه يعني معجزه كده برضو من معجزات الغناء ولليهم مستقبل ان شاء الله مشرق كده باذن الله من الاطفال بقى من الشباب الصغير. يعني هو نقدر نقول عليه ان هو شخصيه كده وصوت اكيد مختلف، وكمان اطلق عليه يعني ان هو اسمه سليم المعجزه. ليه بقى؟ لان هينورنا سليم هشام سليم، وهو يمكن من الاصوات المميزه جدا واللي بالاخص كمان كان يعني الناس كلها شاورت عليه، وبالاخص كمان في احتفاليه يوم الشهيد واللي غنى فيها امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله هنورنا بقى ايه من خلال الفقره ونستمتع بقى ايه باجمل اغاني اللي هيقدمها لنا ان شاء الله. حلو جدا. اما الفقره اللي قبلها على طول هنتكلم معاكم في موضوع طبعا هو حديث الساعه دلوقتي كل الناس بتتكلم عنه، وهي نتيجه الثانويه العامه. طبعا كل التهاني لكل اولادنا وطلبه الثانويه العامه اللي نجحوا وجابوا مجاميع كويسه قوي ومجاميع حلوه، وطبعا ربنا يحقق لهم كل امنياتهم ويدخلوا الكليات اللي هم نفسهم فيها. طبعا احنا هنتكلم على موضوع المجموع ده في الفقره، وهنتكلم على فكره انه هل المجموع ده اصلا بقى حاجه مهمه قوي وبيحدد مستقبل الطالب عشان يدخل كليه معينه يبقى ناجح في المجال العملي بتاعه ولا لا. لكن النقطة الأهم اللي احنا هنتكلم فيها الفقرة دي هو موقف بقى وردود فعل الأهالي تجاه أولادهم لما بيجيبوا مجموع مش المجموع المطلوب أو اللي كانوا يتمنوه. بيحصل إيه ساعتها لما بيبقى فيه لوم أو ضغط نفسي على الطالب ده إنه ما ذاكرش وما عملش اللي عليه عشان يجيب المجموع اللي يدخله كلية القمة؟ طبعا اللي احنا دايما بنشوف الناس بتحكم على الدراسة وعلى الكليات القمة إن هي أحسن حاجة لمستقبل الأولاد. هنتكلم على ردود الأفعال ده قد إيه ده بيأثر بشكل سلبي على أولادنا وعلى نفسيتهم. ممكن يحسوا بالفشل، ممكن يحسوا إنه خلاص الطريق انتهى ومفيش أمل أبدا في مستقبلهم أو في شغلهم اللي ممكن يكونوا فيه حاجة كويسة جدا حتى لو كانت الدراسة بمجموع قليل. خليكم معانا، فقرة مهمة جدا، وأكيد هنستنى كمان مداخلاتكم ومكالماتكم. حلو قوي. يمكن دي بتكون من ضمن الفقرات المهمة اللي لازم نتكلم فيها علشان برضو طبعا. يعني الناس أولواء الأمور طبعا والطلبة يعني إن هم كمراهقين إن هم يقدروا إن هم في الأول أو في الآخر يكونوا مستوعبين ويعرفوا إن الدنيا ممكن تكون ما انتهتش عند مطاف الثانوية العامة. طيب خلينا دلوقتي نبدأ بقى معاكم كده موضوع الحلقة عن مسرحية طبعا ألف عيلة وعيلة. يمكن يكون المسرحية دي طبعا من إخراج وصنع النجوم طبعا الأستاذ خالد جلال، ويمكن يكون دي يعني كان مشارك فيها 54 ممثل وممثلة وبيقفوا على خشبة المسرح لأول مرة، ويمكن يكون ده عدد كبير جدا للي ما يعرفش إن يعني إن يقدر يكون كل العدد ده بيشارك في مسرحية واحدة، وممكن يكون ده نتاج كمان بروفات استمرت لأكتر من 6 شهور. وكمان يمكن يكون يعني الساحة الفنية دلوقتي فيها ناس كتير جدا خريجين ورشة طبعا أستاذ خالد جلال، ويمكن تكون يعني المسرحيات اللي اتعملت على مدار السنين فرقت كتير جدا في مستوى المجال الفني من الناحية التمثيلية. بصوا أكيد طبعا يعني ما حدش هيختلف على صنع النجوم المخرج الكبير خالد جلال. خالد جلال يعني ما شاء الله خرج أجيال وأجيال من الآخر كده، ودلوقتي يعني نجوم على الساحة الفنية وبنشوفهم في الأعمال الدرامية المختلفة والسينمائية وكلنا بنحبهم. مش اي حد يعمل القصه دي، خلي بالكم يعني مش اي حد يعرف يكتشف حد مميز ويعرف كمان يعني يخرج منه اللي هو عايزه. لو بنتكلم على خالد جلال طبعا يعني من الفكره نفسها كمركز الابداع وكانها ورشه ممكن
الناس ممكن تنضم ليها بشكل ما أو بآخر يعني. وفي الآخر بنشوف عروض مسرحية مهمة جدا ومختلفة. لو بنتكلم على يعني على قهوة سادة يمكن ما شاء الله شفنا منها يعني نجوم ونجوم يعني كتيرة جدا موجودين على الساحة دلوقتي، وقد ايه كمان كان العرض مميز قوي. فلما نقول ان في بعض السكتشات يمكن الخاصة شوية بالمسرح دلوقتي بشكل مختلف بشكل جديد، ودايما الواحد لازم يطور من كل شيء بيقدمه، واكيد ده بيبان جدا من خلال الفن. واهم حاجة الفن يكون شيء ليه مضمون مش اي حاجة وخلاص. صح. وعلى ما اعتقد يعني المخرج الكبير خالد جلال هو اكتر حد يعني بيعرف ازاي يعني يهندل الدنيا بشكل مميز، وشكل كمان يعني الناس تقول عليه ان هو فعلا عرف يعمل شيء مش هقول من لا شيء بس من ممكن ناس مش معروفة لسه. دي حقيقة بيديهم فرصة. والأحلى والأميز كمان في سكتشات أو مسرحية أو عرض ألف عيلة وعيلة إنه كان ارتجالي، بمعنى إنه 54 ممثل اللي شارك على خشبة المسرح من خلال عرض ألف عيلة وعيلة كان بيكتب السكتش بتاعه الخاص بيه من وحي خياله، كان بيرتجل على المسرح. ودي أحلى موهبة ممكن الممثل يكتسبها في بداية حياته، إنه هو يتعلم إزاي يقف على خشبة المسرح لأول مرة في حياته بعد ورشة تمثيل طبعا استمرت لشهور، وإنه هو يقول كلام من خياله هو، طبعا مع بعض التعديلات والرؤية المسرحية والإخراجية طبعا للمخرج الكبير أستاذ خالد جلال. احنا معنا تقرير حلو جدا عن العرض المسرحي ده، خلينا نروح نتابعه سوا ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. ودلوقتي أصحاب العريس والعروسة يتجمعوا عند السلم علشان ليلى نازلة. هو عرض انا بعتبره من اجمل الحاجات اللي انا عملتها، من اجمل الموضوعات اللي انا عملتها. يعني هو العرض بيتكلم عن الاسره والعشره واللمه والجيره والحاجات اللي افتقدناها كتير قوي الوقت اللي فات بسبب سرعه الحياه وتدفقها كده، ما بقاش عندنا الاستمتاع بالعيله بتاع زمان، ما بقيناش بنقعد مع بعض، ما بقيناش بناكل مع بعض، ما بقيناش بنجتمع لا على غدا ولا على عشاء ولا على افطار، كنا زي زمان يعني كان في حاجات مقدسه كده. فالعرض ده انا بعتبره رغم بساطه يعني رسالته هو مهم جدا، ولازم نفكر الناس نقول لهم يا جماعه اما كنا مع بعض وكنا قريبين من بعض كان في حاجه اجمل بكتير من الحياه السريعه اللي عملنا كده. والله الف عيله وعيله هي مع الاستاذ خالد الفكره بتتطور، فاحنا كان ده مشروع تخرج ورشه الاستاذ خالد جلال في الشركه عندنا. ف قبل العرض قال ان في المهرجان عايز ليلتين عرض، فتعالى نعرض بدل ليله عرض واحده لمشروع التخرج نعمل ليلتين. فعملنا الليلتين وقدمنا في المهرجان القومي للمسرح المصري، والحمد لله النهارده اول ليله عرض وبكره ان شاء الله الثانيه. أي طبعا احنا كلنا او اي حد بيشتغل مسرح رقم واحد بالنسبه له، ويعني الاستاذ اللي موجود دلوقتي على الساحه يعني رقم واحد هو الاستاذ خالد جلال. فكلنا كنا بنتمنى، يعني انا كان عندي محاولات كتير جدا قبل كده ان انا اكون مع الاستاذ من خلال مركز الابداع ومن خلال محاولات كتيره جدا، بس الحمد لله توفقت ان اكون موجود مع الاستاذ في اول دفعه لشركه كينج توت من خلال العرض اللي احنا قدمناه الف عيله وعيله. العرض بشكل عام بيعتمد على مشاهد مختلفه بتجمعهم كلهم تيمه واحده وهي تيمه العيله، كل واحد بيبقى ليه مثلا كذا كاركتر كذا شخصيه. انا مثلا لعبت مره النهارده الكاركتر بتاع اللي هو الشخص اللي بيحمل الكتاب اللي هو الف عيله وعيله بيفتحه علشان الناس تقرا القصص فيه، تقرا الحكاوي اللي فيه، يعني احتمال ده يرجعنا مره اخرى لقيمه العيله والقيم اللي احنا افتقدناها في العيله بشكل عام. العرض بيتكلم عن الف عيله وعيله. احنا عاملين حالات موجوده في المجتمع مش موجوده زي الاول، يعني احنا السوشيال ميديا كانت بقت مغطيه علينا جدا، مخلينا في مش متقربين مع عائلتنا، مش فاهمين بعض، المشاكل بقت كتير قوي. فاحنا عملنا حاجه، الاستاذ خالد جلال عمل حاجه ان احنا نقرب من بعض بقى. المسرحيه عباره عن سكتشات تقريبا 20 سكتش، فانا طالع في ثلاثه منهم، واحد اسمه الوظيفه، واحد اسمه طابور العرسان، والواحد اسمه المصيف، هو اللبس مختلف كده.
فالحمد لله يعني الاخير بالذات المصيف، انا فرحان قوي ان استاذ خالد اختار، هو اللي اختار الناس فيه واحد واحد، فانا فرحان جدا ان هو من ضمن الناس اللي اختارني. يلا اشوف الشغل على فين؟ رايح لناس تانيين يقروا نفس الكتاب تحت ناس، عرفوا ان كل واحد فيهم واهم واحد في حكايه التاني، احتمال يعرفوا ان هم ما بنردش غير بعض. يلا اشوف الشغل. فكره حلوه، وبرضو الاسم يشد كده، يعني ايه اللي هو اسقاط على الف ليله وليله، بس هو الف عيله وعيله يعني. بس الموضوع طبعا يعني لما بنيجي نتفرج كده دلوقتي يعني واحنا مع حضراتكم بنشوف قد ايه ان احنا عندنا نماذج وكمان مواهب مختلفه وفعلا تستحق انها تكون موجوده على الساحه الفنيه، ومن ضمنهم شيكو برضو يعني جدا الدنيا جميله بيه يا روح. فاقصد ان الواحد يعني في مصر هنا مش بنغلب يعني ان احنا نلاقي حد فعلا موهوب، واكيد لما تكون كمان ببصمه الاستاذ الكبير خالد جلال الموضوع هنا بيكون له طعم تاني. وبرده مش عايزين ننسى دور الفنانين دايما اللي بيدعموا الشباب اللي هم لسه بيبداوا بقى خطواتهم الاولى في الفن، يعني يمكن كان من ضمنهم هنيدي. هنيدي برده كان متواجد من ضمن العرض المسرحي يعني علشان خاطر يعني يشجع بقى الشباب لسه في بدايه طريقهم ان شاء الله، وده اكيد يعني دور اي نجم كبير ان هو لازم يقف جنب اي حد لسه في يعني في مشواره كده من البدايه. احنا كده خلاص خلصنا معاكم الكلام الحلو ده عن المخرج الكبير خالد جلال، هنطلع معاكم بقى ايه لفاصل ونرجع نكمل معاكم بقى ايه بقيه كلامنا، وهنتكلم عن يعني في الحقيقه طبعا اليومين دول نتيجه الثانويه العامه وبريكنا من يومين برضو هنا في البرنامج واتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده، لكن احنا هناخد الموضوع ده يعني من شق تاني خالص، وهو ايه؟ وهو دور الاهل واولياء الامور ازاي يتعاملوا مع ولادهم لو ما حققوش الطلبات او النتيجه المرغوبه فيها من الاهل، علشان خاطر الموضوع ده بجد عليه يعني نتيجة ممكن تبقى سلبية بشكل كبير جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. طيب يا جماعه احنا دلوقتي بنتكلم معاكم عن يعني احنا نقدر نقول البعبع اللي بيطارد كل بيت مصري كل سنه، وهو الثانويه العامه. بس احنا المره دي بنتكلم معاكم عن الموضوع بصوره مختلفه شويه. انت ازاي كولي امر او كطالب ان انت تقدر تستقبل نتيجه الثانويه العامه يعني باسلم الطرق اللي هي ما تاثرش او تاذي ابنك او بنتك. يعني بالمختصر المفيد كده احنا كلنا عارفين ان في الاول او في الاخر الثانوية العامة دي ما هياش نهاية الطريق، ويمكن يكونوا كمان أنجح ناس في العالم، ممكن يكون كانت مجامعهم أو يعني من خلال مصر وزراء فنانين ناس كتير جدا على الساحة موجودين، ممكن يكون كانت مجامعهم في الثانوية العامة ما هياش المجاميع الكبيرة أو فوق 90% زي ما بعض الأهالي بيتصوروا إن لازم يجيبوا فوق 90% علشان ابنهم او بنتهم يخشوا يعني كليات القمه بقى الطب والهندسه. بس انا شايف ان ده لو اتحقق على ارض الواقع، مين هيكون محاسب، مين هيكون محامي، مين هيكون مذيع، وحاجات كتير جدا. اهم حاجه ان الطالب في الاول او في الاخر يدرس اللي بيحبه ويطلع يبدع في اللي بيحبه، مش ان هو يحقق اللي الاهل عايزينه. طبعا مع الاحترام الكامل ان الاهالي بيكونوا عايزيننا في احسن صوره، لكن في الاول او في الاخر اعتقد النجاح لازم يكون نابع من الطالب نفسه او اللي بيدرس نفسه. صح طبعا، لانه مش مهم دلوقتي خالص الطالب يجيب كام في الثانويه العامه، اهم حاجه هو عايز يعمل ايه بعد ما يتخرج اصلا من سواء بقى مدرسته او كليته، هو حابب يشتغل ايه. لان دلوقتي ناس كتيره قوي بتتخرج مثلا من دراسه معينه او كليه معينه وبيشتغلوا في مجال تاني خالص وبينجحوا فيه وبيثبتوا نفسهم، وناس كتيره جدا اشتغلت سنين في شغلها في دراستها وعملوا كارير شيفت واشتغلوا حاجه تانية ولقوا نفسهم. فهي الفكره دلوقتي انه للاسف برضو موضوع الثانويه العامه وفتره الثانويه العامه كنا بنشوف الاهالي قد ايه متوترين ومضغوطين وبيقفوا قدام بوابات المدارس يستنوا اولادهم ويقعدوا يقروا قران. طبعا كل ده حلو، لكن الضغط النفسي اللي انتوا بتسببوه لاولادكم ان هم دي نهايه المطاف ولازم تجيبوا مجموع عالي في الثانويه العامه ما بقاش ده المقياس على مستوى العالم.
ممكن ابنك يجيب 99% او 100%، لكن هل هو لما هيدخل الكليه هيبقى ناجح جدا بعد ما يتخرج ويشتغل في المجال العملي ولا لا؟ الاهم دلوقتي في سوق العمل العالمي هو ان هو يشتغل على نفسه، ياخد كورسات، ياخد دورات تدريبيه كتيره جدا في مجالات كتير، يحسن من اللغه، يحسن من ثقافته العامه، من المعلومات العامه بتاعته، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يبقى عنده مؤهلات للاداره، حاجات كتيره جدا اهم بكتير من الكليات سواء بقى النظريه او العمليه. كل واحد لازم من الاهالي اللي بيبقى عنده ابن او بنت في الثانويه العامه لازم يفكروا كده، انت بتحب ايه يا ابني؟ حتى لو ما بيحبش الدراسه ممكن يكون بيحب الرياضه، فممكن ادخله كليه رياضيه، او ممكن اهتم بتدريباته عشان يبقى مثلا لعيب كوره مهم او لعيب في مجال رياضي معين هو بيحبه. الاهم ان انا اشوف ابني بيحب ايه وما اضغطش عليه نفسيا. والمقارنات بتاعه ابن عمك جاب في الثانويه العامه كذا، اقول للناس ايه؟ انت فاشل. فكرة انت فاشل دي ممكن تدمر مستقبله، وفعلا يقتنع من جواه ان هو فاشل فيتعامل على هذا الاساس ان هو بقى ولا يدخل كلية او ممكن يبقى فاشل في الكلية ما ينجحش، لانه كده كده الناس وصمته فكرة الفشل. فده مهم، موضوع مهم جدا، كل اهل لازم ياخدوا بالهم من ابنهم ومن نفسية ابنهم، لازم تراعوهم في الموضوع ده، لانه بجد الموضوع بتاع الكليات ما بقاش هو المقياس دلوقتي في سوق العمل. بالظبط كده، طبعا كلامكم مظبوط جدا. يمكن احنا هنا يعني اتكلمنا بشكل برضو كبير يعني عن الموضوع ده يوم نتيجة الثانوية العامة، بس برضو حابب أكد على بعض النقاط كده يمكن الهامة شوية اللي حصل فيها بعض التغيرات، يعني من ضمنها ان احنا لو بنتكلم على المجاميع اللي هي العالية بتاعت زمان دلوقتي اتغيرت، يعني احنا نزلنا شويتين ثلاثة بالنظام الجديد للثانوية العامة، فالوضع دلوقتي اختلف. طيب هل دلوقتي بقت كل الناس بتشوف ان هي كليات القمة هي المستقبل؟ محدش يقدر ينكر ان هي طبعا جزء منها اكيد ده امر واقع ما ينفعش نستغنى عنه، من ضمنها الطب، الصيدلة، الهندسة، عظيم. بس المستقبل بتاعنا هل مرتبط باي حاجة بس يعني من الحاجات دي وفقط ونقفل كده القوس وخلصنا؟ لا، الحياة اللي جاية حياة تكنولوجية، اللي عايز ينمي من مهاراته وينمي من نفسه يدخل حاجة خاصة بالتكنولوجيا، يدخل حاجة خاصة بالحاسب الآلي بحاسبات ومعلومات، يدخل حاجة خاصة الذكاء الاصطناعي. بالظبط، كل ده في الآخر هو ده اللي جاي والمستقبل. ليه بقول الكلام ده؟ لأن احنا عندنا بعض الحاجات اللي هتحصل في المستقبل دي يعني هتقلل شوية من بعض المهن وبعض الوظائف يمكن الحالية دلوقتي اللي ممكن تكاد تكون مش موجودة بعد كده في المستقبل أصلا. طيب نيجي بقى هنا على دول الأهل، طبعا اكيد كلنا عاذرينكم، انا عاذركم ان انتوا تعبتوا جدا خلال السنين اللي فاتت لحد ما خلصتوا الثانويه العامه والدنيا كان فيها اجهاد كبير جدا ومجهود بدني ومجهود مادي ومجهود نفسي، كل اللي انت عايز تقوله قوله ليكم طبعا كاسره مع بعضكم في البيت كده، لكل الناس يعني. كل واحد بيحلم يشوف ابنه يجيب درجه معينه، بس ممكن الحلم اللي انت شايفه ان ابنك يوصل له ده ما ممكن يكون حلمك انت او حلم حضرتك مش حلم ابنك. ما حلم ابنك ده ممكن يبقى في حاجه بعيده خالص، يعني زي ما احنا عارفين ان من اوائل الثانويه العامه اليومين دول طبعا في بنوته يعني مش متذكر الاسم بتاعها من الاوائل هتخش فنون جميله متهيألي. ليه؟ لان هي طبعا انا مش بقلل خالص او بقلل من اي كليه واي حد عايز يخش اي جامعه تماما، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان الواحد هنا بيحاول يشوف شغفه رايح لايه وموهبته رايحه لايه، ده رقم واحد. رقم اتنين مهم جدا تكتشف بعض النقاط الهامه اللي هي ممكن تفيدك في حياتك. زي ايه؟ زي الدراسه طبعا، انت ممكن تشوف الحاجه اللي انت حاببها والحاجه اللي انت تحدد فيها مستقبلك الفتره اللي جايه، صح. واي كليه ممكن تتجه منها لاي مهنه ثانيه مش حاجه يعني بتايدك لو انت عندك الموهبه دي، وتركز على ادواتك في الموهبه بتاعتك، يعني لو انت عندك شيء معين مميز نميه، شوف ايه اللي ممكن تعمله يفيدك بعد كده. زود من اللغات بتاعتك، زود من المهارات اللي بالزبط. ممكن تبقى هي صح. دي ان شاء الله اللي تحطك على اول الطريق. فالاهالي يعني الف مليون مبروك للي نجح واللي جاب مجاميع والدنيا تمام، واللي ما حصلوش نصيب خلاص عادي جدا. بلاش بقى نضغط عليه نفسيا ان هو انت ما جبتش وانت فاشل وانت ما جبتش المجموع اللي انا كان نفسي ان انت تجيبه، وفلوسنا اللي دفعناها طول السنه على الدروس وعلى مش عارفه ايه والكلام ده كله.
لا يعني زي ما فاروق قال كده، مش لازم انت كان نفسك تدخل طب فبتحقق ده في ابنك ان هو نفسه يدخل طب. ممكن يكون هو مش عايز يدخل طب على فكره، ممكن يكون عايز يخش كليه ادبيه ويطلع اديب، يطلع كاتب، يطلع شاعر، يطلع حاجه مرموقه جدا في المجتمع ويبقى اسمه مميز ويكون شخصيته مميزه، يكون ملهم للناس كلها. فمش شرط ابدا موضوع الثانوية العامة. يمكن كمان لمعلوماتكم يعني شركات المالتي ناشونال دلوقتي لما بتشوف السي في ما بتبصش مجموع كام في الثانوية العامة، انت جبت كام في الثانوية العامة، انت متخرج من كلية ايه، انت معاك ايه تقدر تقدمهن في الشركة من مهارات، من امكانيات، من ثقافة، من معرفة. صح. حتى لو هو متخرج من كلية بسيطة جدا او متواضعة جدا، لكن هو اشتغل على نفسه طول الفتره اللي قبل ما يقدم فيها الشركه، هم دول او دي الحاجات اللي بيبصوها في السي في. الانترفيو المدير او بتاع الاتش ار بيقعد معاك يحدده، بيحدد على اساس الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، مش على اساس انت جبت 99% في الثانويه العامه. والحقيقه تحيه لوزير التربيه والتعليم ان هو غير المقاييس بتاعت الثانويه العامه، فكره التنسيق والتقديرات والارقام الهلاميه اللي كنا بنشوفها ال 100% و99.9 والحاجات دي كلها. لا ده بنعدي، ده وكنا بنعدي فعلا. اصل المجموع ده كله هيعملوا فيه ايه؟ ما في الاخر الكليات ليها تنسيق معين هيدخل بيها وخلاص، لكن فكره ان انا اجيب 100% طبعا شافوه لكل واحد بيعمل كده، لكن ان هندسه تدخل ب 87% او 89% ده اللي احنا عايزينه فعلا زي زمان. المجاميع تبقى بسيطة، الدراسة تبقى فيها فهم أكتر من فكرة الحفظ. فتحية بصراحة للتطور اللي حصل في وزارة التربية والتعليم، ولسه أكيد المشوار مكمل. يعني من أهم الحاجات اللي أنت قلتيها حتة الفهم أكتر من الحفظ علشان مستقبل يعني يكون أفضل. هنكمل لسه بقى كلامنا معاكم، بس خلينا كده نعرف رأي علي معانا على التليفون، رأيه إيه في موضوع ثانوية عاملة بنتكلم فيه. علي إزيك؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ إيه؟ الأخبار. علي اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون بس. الو انت يعني. تاني يا علي، انت بتاع كل يوم يا علي. بتقعد تكلمنا كل يوم يا علي وبقول لك وطي التلفزيون، مش متوطيه يا علي. يا علي وطي التلفزيون يا علي واسمعنا من التليفون. طيب. حلو كده؟ انت عندك كام سنه يا علي؟ ماشي خلاص. ماشي خلاص. عندك كام سنه؟ يا علي. 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 طيب. علي. حاول كلمنا. لا نحاول نخليه بس عشان نفسي نكمل المكالمه يعني معاه. كل يوم يا علوه تعمل فينا نفس اللقطه دي، تكلمنا مين معانا علي، وتفضل مستني كتير قوي عشان انت بتسمعنا من التلفزيون. لما اتكلمنا وطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون عشان نسمعك اسرع شويه. صح. وترد علينا ونفهم بعض كده، في فرق صوت. عندك كام سنه وبتدرس ايه والكلام الحلو ده. بالظبط. يعني يمكن كان كلام نوران كان حلو طبعا، وكلامك يا فاروق اللي انا لسه نفسي اولياء الامور شويه يكونوا عارفين ان الثانويه عامة فعلا هي مش نهايه العالم. ولو بالزبط. بصوا على مشاهير العالم او النماذج الكبيره اللي ناجحه في العالم كله هتلاقي ان كانت مجامعهم عاديه. وده مش معناه ان انا بقول ان عادي سيبه بقى يجيب زي ما يجيب وما تهتمش وكل حاجه، بس انا قصدي ان الناس لازم تفهم ان دي مش نهايه العالم. ويعني ولا ده نهايه المستقبل ولا اي حاجه. والدليل ان فيها ما ناس دخلت طب وهندسه وتلاقيهم في الاخر ما اشتغلوش بالحاجه دي، راحوا اشتغلوا حاجه ثانيه. علق على كلامك بس وهسيبك طبعا تكمل. يعني طبعا النجم الكبير آسر ياسين، آسر ياسين كل الناس كانت عارفه طبعا ان هو جاب 99.9 او 100% كمان في الثانويه العامه، وطبعا دخل هندسه الاي يو سي، لكن هو في الاخر حب او اختار الحاجه اللي هو بيحبها وهي ايه؟ التمثيل. وبقى نجم دلوقتي مشهور، كل الناس بتحبه، كل الناس بتستنى افلامه واعماله عشان يشوفوها. ده حقيقي. هو بالرغم انه دارس هندسه الا انه ممثل. فده حقيقي. مثال او نموذج على ان الشخص مش لازم يكون يعني يشتغل في اللي بيدرسه. وكمان كريم فهمي تقريبا برضو كريم نفس كريم طب اسنان 99 و 19 احمد 98 وهندسه برضو. بصوا صح، هنا بقى ايه اللي بتكلم فيه واخد من الكلام بتاعنا كلنا، انك ازاي ممكن تكتشف نفسك في شيء معين. طبعا الدراسه والشهاده شيء مهم جدا، بس ناخد على الناحيه الثانيه احمد حلمي 50% ولا 65 حاجه كده يعني او 60%. هو اللي طلع قال امير قرار نفس الكلام. واحنا اتكلمنا معاكم هنا من يومين وجبنا الصور وجبنا المجاميع بتاع كل الفنانين، بس مش معنى ذلك ان حد ممكن بيتفرج عليا يقول لي يعني انا عايز ابني يبقى فنان. هو يعني مش لازم ابنك يكون فنان، لان لو مش موهوب مش هيكون يعني فنان. لو عنده ولعبت كوره موهبه بالظبط ولعبت الكوره. بس اقصد ايه؟ نفس الكلام ان احنا هنا بالتوازي. صح. اللي بتكلم فيه يا جماعه بالتوازي. صح. ان احنا نشوف يعني
الحاجه اللي ممكن تكون هي دي مستقبلنا، مش شرط بالكليه او بالشهاده. صح. هي ممكن يعني تبقى ده مستقبلك، تبقى دكتور كبير جدا قد الدنيا، تبقى مهندس كبير جدا قد الدنيا، تبقى ان شاء الله في يوم من الايام وزير كبير جدا عادي. والله انا عايز حلمك حاجة مشروع على كلامك، معلش ان انا برضو بقاطعكم كتير النهارده، لا لا بس خلاص. عشان في كلام بجد نفسي يوصل لكل الناس، وهي فكره يمكن في وظيفه جديده احنا شفناها دلوقتي منتشره يا فاروق، انت اكيد هتأيدني في الموضوع ده، فكره الانفلونسنج او ان هو شخص يبقى انفلونسر او بلوجر. انا نفسي بجد لو حد بيسمعنا من المسؤولين الموضوع ده يهتموا بيه، لان هي بقت وظيفه العصر دلوقتي، كل واحد قاعد في البيت بيشتغل بلوجر وبياخد فلوس من او مقابل شغله، وفي متابعين كتير ليه، لازم يعملوا زي كورسات او كليه يدخلوا الناس دي تتدرب ازاي يقف قدام الكاميرا، ويبقى في معايير ومقاييس معينه يتعلموها، عشان كل واحد مسؤول عن كلمته. الكلمه دي مهمه، انا عشان اقعد على الكرسي ده درست اعلام وخدت وقت كبير جدا عشان اعرف اقول ايه اللي المفروض اقوله للجمهور، عشان ادخل لكم من خلال شاشه التلفزيون وكلنا كده وكل زمايلي كده. الفكره لازم يبقى في معايير. بالنسبه ان اي حد بلوجر، على راسي طبعا ان هو يطلع بالكاميرا ويقول اللي هو عايزه، لكن طالما هي وظيفه بقت موجوده دلوقتي ومعظم الناس بتجري وراها، فحاولوا كدوله او احنا كمجتمع مدني وكحكومه وكمسؤولين نهتم بالموضوع ده، مش عارفه ازاي، بس ان احنا نوعي الناس اكتر، يبقى في اهتمام، يبقى في معايير معينه للشباب دول، يمكن يطلعوا مذيعين من خلال السوشيال ميديا ويبقوا فعلا بيقدموا رساله مفيده جدا للمجتمع، بس بمعايير ودراسه معينه يقدروا يدرسوها، عشان كل كلمه تبقى بحساب ويبقى في وعي اكتر. صح. للمجتمع. والله نوران رساله مهمه احييكي عليها جدا. شكرا. لان فعلا الانفلونسرز او اي حد بيطلع يتكلم على شاشه الموبايل وراهم جمهور كبير وعظيم من الشباب. لسه هنكمل معاكم وباقي الكلام، بس خلينا كده ناخد راي احمد في موضوعنا. يا احمد ازيك؟ الو احمد، اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، وطي التلفزيون خالص، انا سامع صوتنا في التلفزيون. شوف كده يا احمد. الو احمد. طيب لحد ما احمد يكلمنا مره ثانيه. بصوا، كان يوم النتيجه كان في على السوشيال ميديا، يعني احلى حاجه شفتها بجد والله، وقد ايه هنا بقى بنبين دور الاب والام ودور يعني الحنيه في حياتنا. لما نلاقي ان اب رايح شغله ونازل كده وهو عارف ان النهارده يوم النتيجه بتاعت ابنه، لو انا مش عارف، يا نهى معانا الورقه دي؟ نهى معانا الورقه دي؟ ماشي، يا ريت. يعني بصوا، كاتب كده لابنه، ابني حبيبي او حاجه كده، يعني انا عارف ان النهارده يوم النتيجه، وانا يعني ايا كان النتيجه ايه هي، في الاخر انا بحبك جدا ومش عارف وبتشرف بيك. انا مش فاكر الكلام ايه بالظبط، بس فيما معناه يعني ان هو بيقول له ملخص الدنيا، مش حبي ليك مش هيقف على النتيجه ويقف على الشهاده دي، انا هيقف يعني حبي ليك ده خليه على جنب خالص، وانا يعني فخور بيك وبحبك جدا. قد ايه الواحد لمسته جدا الرساله دي، على قد ان هي ممكن ابنه يبقى من ضمن الناس اللي جايبه من الاوائل، او جايبه يعني مجموع كبير، او ممكن يبقى عادي جدا، بس انا شايف ان مهم جدا نراعي اولادنا في الجزئيه دي. صح. طيب معانا ساره على التليفون. يا ساره. الو ساره، يا مساء الخير. الصوت بعيد قوي يا ساره. الو ساره. طيب فانا شايف ده شعور كويس جدا، ان في اهالي يعني بيفرقوا ما بين يعني طبعا في الصواب والعقاب، بس هنا نوع العقاب ممكن يعمل ازاي؟ هل ممكن ده ينفر يعني ينفرك من ابنك، او يخلي ابنك ينفر منك، ولا يخليه ان هو انت بتقومه بس بحب؟ هنا بقى دي الشعرايه اللي احنا عايزين نقف عندها. صح. وهو قد ايه وضح للعالم كله ان يا جماعه لا، يعني نهتم باولادنا من الناحيه النفسيه، ده عامل مهم جدا. ويمكن لما يكون مثلا الاب دعم ابنه قوي قوي، بالرغم ان هو ما جابش مثلا المجموع اللي هو نفسه فيه او اللي اهله كانوا يتمنوه، ممكن من الدعم النفسي القوي ده الولد يعمل حاجه مميزه جدا، يبقى متميز في الكليه، يبقى شاطر، يحب مثلا مجال الدراسه اللي هو دخلها، يبقى مميز فيها. من كتر ما يبقى في دعم ايجابي من الاهل للاولاد، بجد الاولاد هيقدروا قد ايه اهاليهم بيدعموهم، قد ايه واقفين في ظهرهم، قد ايه مقدرين كل حاجه بسيطه هم بيعملوها، عشان كده اكيد هيبقوا عايزين يشرفوهم في يوم من الايام. صح. ممكن يبقى متفوق في كليته، ممكن يبقى معيد، ممكن يبقى دكتور جامعه، ممكن بعد ما يتخرج يبقى مميز جدا في شغله وفي مجال عمله.
فرسالة لكل أهل عندهم طالب في الثانوية العامة، باركوا لأولادكم حتى لو كان المجموع متواضع، مش نهاية المطاف. ياما ناس كتير كان نفسها تخش كليات وما وفقهاش الحظ، ولكن ربنا بيعوضها، وبعد كده بنشوفهم بيقولوا ده ربنا احنا كنا زعلانين بس ربنا عوضنا بان احنا نجحنا، ولولا ان انا ما كنتش مثلا جبت المجموع ده ما كنتش حققت اللي انا فيه دلوقتي او وصلت للي انا فيه دلوقتي. طبعا برضو تاني ألف ألف مبروك لكل طلاب الثانوية العامة على المجاميع، وإن شاء الله بالتوفيق في حياتكم الدراسية المقبلة وكمان الحياة العملية. بعد الفاصل بقى نستقبل الطفل المعجزة سليم هشام سليم اللي بدأ هو مجال الغنى، وكمان غنى قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفلة الشهيد. خليكم معانا. بص يا جماعه، يمكن يعني ضيفنا اللي معانا النهارده رغم صغر سنه الا ان هو ما شاء الله يعني كبير بموهبته وكبير باحساسه، وبرده بقى ليه يعني ايه جمهور كده ومعجبين. ليه بقى؟ لان هو ما شاء الله يعني سموه كده سليم المعجزه، لان هو اسمه سليم هشام سليم، وهو اسم يعني فني كده حلو قوي ما شاء الله عليه، وقد ايه كمان هو اثر فينا بشكل اكبر. طبعا ده كان من خلال الاحتفالية الكبيرة بيوم قال شهيد أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد ايه كمان الواحد يعني قال ايه ان احنا عندنا موهبة الفترة اللي جاية هنشوفها يعني هتكسر الدنيا، وهو النهاردة هيكسر الدنيا معانا. ازيك يا هشام؟ الحمد لله. يا سليم يا هشام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كله حلو؟ الحمد لله. منور يا سليم. منور حضرتك. طبعا يا سليم يعني احنا مبسوطين جدا بموهبتك، وقد ايه انت عندك اصرار رغم ان انت سنك صغير. واستمتعنا كمان بالبروفات قبل الهواء، واكيد طبعا الساده المشاهدين هيستمتعوا معانا بصوتك. بس قبل ما يعني نسمع اي حاجه منك، خليني كده اعرف انت بدات الموضوع الغنى ده من امتى، وانت اصلا حاليا عندك كام سنه؟ انا بدات الموضوع الغنى ده من وانا عندي 7 سنين. حلو. بدات يعني دندنه خفيفه، فاهلي شجعوني وكده اللي انا اكمل في المشوار ده لحد حاليا لما بقى عندي 15 سنه ولسه بغني. حلو. مين اول واحد اكتشف ان صوتك حلو؟ اول واحد يعني هو عامه اهلي كلهم اكتشفوا كده يعني، بس هي اول واحده يعني والدتي يعني اكتشفت كده. فبس يعني اهلي حبوا يدعموني ويشجعوني في اللي انا اكمل في المسيره دي. انتوا عيله فنيه؟ عيله والدتي. صح كده؟ صح. فالموضوع بالنسبه لك كان سهل ان هي تميز ان انت يعني صوتك حلو وموهوب؟ طبعا. حلوة. انت ابن الفنان الكبير هشام سليم ولا ده تشابه اسماء؟ لا ده تشابه اسماء بس. تحياتنا للوالد بقى هشام سليم. قول لي بقى يعني انت مشوارك الغنائي بدا اكيد يعني في مرحله اكيد صغيره، يعني انت لسه صغير اصلا ولا انت كبير؟ لا يعني هو انا صغير. انا صغير. لسه صغير. بس ما شاء الله عليك يعني شخصيه وقاعد كده يعني حد فعلا كبير بيتكلم معانا. والله بجد فنان، قاعد فنان ما شاء الله عليك. يعني قول لي يعني انت من البدايه كده بتحب تسمع لمين، واول حاجه قررت تغنيها كانت لمين برضه؟ بحب اسمع للجسمي، بحب يعني لما اسمعه بحس ان هو صوته فيه هدوء كده ويعني قريب لقلبي كده. بحسه يعني صوته بيحصل معايا انسجام لما بسمعه. فاول حد ابتديت اغني له يعني ام كلثوم. ابتديت اغني لها فشويه دندنه خفيفه كده، عملت بروفات ودخلت الاوبرا بس. حلو. طب حلو قوي. بتسمعنا حاجه؟ تسمعوا حاجه الاول؟ حاجه للجسم كده زي ما انت عايز، انت تختار بتحبه. الله عليك. الله الله. حلو حلو. واضح طبعا تاثرك بحسين الجسمي ده اكيد يعني اضاف لك شيء في حياتك. اكيد يعني اللي انا يعني اخذت منه شويه صفات كده ومن صوته شويه حاجات وتعلمت منه حاجات كتيره زي المجسات وكده يعني. طيب حلو. يعني انت دلوقتي لو هنقدر نقول ان انت دلوقتي عندك 15 سنه وبدات من انت عندك 7 سنين، تقريبا بقى لك 8 سنين. شايف ايه اللي انت عايز تحققه في السنين اللي جايه؟ يعني اللي انا عايز احققه يعني اللي انا مثلا انتشر في السوشيال ميديا. انا بحاول ان انا اخش اللي هو الابلكيشن التيك توك. اوكي. حاولت ان انا اطور نفسي فيه، فالحمد لله يعني جبت معجبين كتير. عايز يعني عايز عايز تنتشر على السوشيال ميديا، الناس تبقى عارفاك بصوتك ان عندك موهبه انك تقدم. فانا انطلقت يعني على الابلكيشن تيك توك، فالناس كتير دعمت. احنا عارفين ان انت مكسر الدنيا على تيك توك.
كان الهاشتاج ده وليك فانز كتير على التيك توك. طب انت شايف ان تيك توك او السوشيال ميديا عامه هي اكتر وسيله لنجاح المغني او الممثل او اي حد ما عنده موهبه، ولا برضو المغني مطلوب منه ان هو ينزل على خشبه المسرح يقف قدام جمهور يعمل حفلات؟ بص حضرتك، السوشيال ميديا حاجه وانك تطلع حفله حاجه ثانيه، لان دي بيبقى ليها رهبه ودي ليها رهبه. يعني السوشيال ميديا انت معكش، انت الفانز بتتواصل معاهم اونلاين، فمعكش اللي انت يعني مفيش رهبه، بتسجل فيديو وتعمله ابلودنج خلاص، ممكن تعيده كذا مره لو مش عاجبك فدي مفيهاش رهبه. اما خشبه المسرح يعني بيبقى ليها رهبه ولازم تدريب وبروفات وكده. نيجي بقى ايه لاكبر يعني حدث في حياتك بقى، يوم الاحتفاليه. واكيد احتفاليه مش سهله ومهمه وكمان امام رئيس الجمهوريه. مظبوط. عملت ايه وكمان ازاي برضو اتبلغت ان انت هتغني في اليوم ده؟ هحكي لحضرتك من البدايه. يلا يعني بينا. انا في البدايه كنت كرول مع اصدقائي برضك، وفي اصدقائي مطربين هناك جدع. كنت كرال ويعني قعدت كتير عبال ما اطلع، حكيت ان انا ابقى سولو قدام رئيس مع الفنانه ناديه مصطفى ومحمد ثروت وفنانين كبار يعني كانوا معانا في الحفله. اولا العميد اشرف سيد بدر فجه وسمع صوتي فعرضني بردك على دكتور اسماء بردك، قالت لي صوتك جميل فرشحوني ان انا ابقى في الحفله دي. المهم عملنا بروفات كتيره لحد ما نطلع بالمستوى اللي يليق بينا ده. احنا كوزاره الشباب والرياضه يعني لازم نطلع بشكل ممتاز امام الرئيس. بس حلو قوي. يمكن يكون احنا معانا صورتك دلوقتي، هي معانا على الهواء يعني من الاحتفاليه طبعا. طيب انا دلوقتي عايز اعرف برضو منك، انت قلت ان انت بتغني في الاوبرا او ليك سابقة اعمال في جوه الاوبرا، اضافوا لك ايه او ايه اهم الحاجات اللي انت اتعلمتها جوه؟ اضافوا لي كخبره يعني للاغاني الوطنيه. يعني كانوا بيعلمونا اغاني وطنيه هناك مع كنا كورال. حلو. فبس هو يعني كاغاني بس واقفه على المسرح بس كان كورال برضه. يعني ما طلعتش سولو ايام الاوبرا بس. طب ماشي، ما انا عارف طبعا السولو ان انت تبقى واقف لوحدك قدام الجمهور او يعني مزبوط. في المقدمه من المسرح، بس هل الوقوف حتى مع الكورال ده ادالك يعني كسر معاك هيبه شويه؟ اكيد طبعا المسرح. اكيد طبعا كسر اللي هي رهبه المسرح اكيد برضك. كورال ليه رهبه برضك بس بتبقى اخفف من السولو شويه. اكيد طبعا. طب هتسمعنا ايه تاني؟ نسمع حاجه عراقي مريض. طب قبل ما تغني، انا شايفه ان انت بتتقن اللهجات في الغنى ما شاء الله يعني بسلاسه كده وسهوله. يمكن فنانين كبار بيحاولوا يجتهدوا في الموضوع ده، انت مين اللي بيعلمك ان انت تغني اغاني صعبه زي دي بلهجات مختلفه غير المصريه؟ بص حضرتك، انا يعني من البدايه اصلا خالص كنت بسمع خليجي وعراقي ويمني. فيعني انا بحبهم، محدش حببني فيهم. انت اللي بتعلم نفسك وبتدرب نفسك يعني؟ بسمع اغاني عادي. بتسمع و يعني واحد بيسمع عادي قاعد حاطط الهاند فري في ودانه ويسمع عادي. برافو عليك. طب يلا سمعنا العراقي بقى. الله عليك. برافو عليك. هايل. يعني يمكن يكون عندي فضول برضو اعرف، انت دلوقتي كانت لسه نوران بتقول لك ان انت عندك موضوع اللهجات وانت طالع بتحب الموضوع ده من صغرك، لكن لسه هنسمعك في المصري او يعني بالغنى بتاعنا الطبيعي، لكن برضو عايز اعرف انت ايه اللي في دماغك؟ ايه اكتر لون انت ممكن تكون دلوقتي وانت عندك 15 سنه حاسس انك ميال ليه؟ يعني اكتر لون حاليا في الوقت الحالي العراقي. يعني انت دلوقتي لو داخل مثلا مسابقه مثلا في البرامج المسابقات هتقدم بعراقي وممكن تقعد تقدم بعراقي، مش هتغني مصري؟ حاسس ان انت ميال اكتر؟ لا عادي، ممكن اغني مصري عادي. يعني ما عنديش بروبلم خالص ان انا اغني مصري. انت رايح اكتر للعراقي، بتحب اكتر؟ طب ايه اللي ايه المميز في الغنى العراقي؟ لا يعني هو ده بيبقى ليه نفس يعني ده نوع وده حاجه وده حاجه. بيبقى ليه كده كلهجه، بيبقى ليه يعني حاجة أحسن شوية من مصر. أنت بتصنف نفسك إيه؟ يعني أنت شايف نفسك مطرب تعرف تغني أي لون، ولا أنت واخد اللون الشعبي، ولا اللون اللي هو اللي أنت عايز تحدد نفسك فيه إيه، ولا هو الفنان يأدي أي حاجة؟ بص حضرتك، هو المفروض إن الفنان ما يتوظفش في حاجة معينة. يعني أنا كفنان ما أشوفش مثلا ده شعبي، لا أنا ما أتوظفش فيه، لا
الفنان حر، يعني ممكن ان هو يغني خليجي وعراقي ويمني وكل لهجاته وكل انواع. مش لازم يكون ان هو بيغني حاجه معينه، لا انا هغني الحاجه دي بس، لا ما ينفعش. مين مثلك الاعلى في الغناء برضك؟ كمصريين يعني ام كلثوم وعبد الوهاب، في كتير يعني. طب ومن الجديد؟ من الجديد ممكن عمرو دياب برضك، شخص ناجح يعني ما شاء الله عليه. وتامر حسني برضك شخص ناجح. بس حلو. طيب ما ايه رايك لو سمعنا حاجه كده مصري بقى، نسمع حاجه مصري شويه ولا ايه؟ تمام، عايزين نشوف صوتك بقى في المصري. هايل. شكرا. انت نفسك في ايه؟ عايز مثلا يعني دلوقتي اليومين دول نتيجه الثانويه العامه لسه ما قربتش ولا ايه؟ لا يعني ثالثه اعدادي لسه. لسه شويه. نفسك تروح لايه؟ نفسك تخش ايه؟ يعني ككليه؟ بص حضرتك، يعني بعد فضل ربنا طبعا يعني ان شاء الله. هو الموضوع ده يعني انا ما بتدخلش فيه يعني، ده بعد فضل ربنا. بس انا هجتهد. انا هجتهد، بس انا نفسي ان انا اخش هندسه. هندسه؟ طب حلو ان شاء الله. بمناسبه موضوع الثانويه العامه، ينفع بس اشكر حد طبعا يعني واهلي؟ احب اقول بس ان هو ابن عمي، بحب اقول له الف مبروك على النجاح ان شاء الله. من نجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق باذن الله. ابن عم اسمه ايه؟ ابن عمك اسمه ابراهيم. ابراهيم مبروك. ابراهيم مبروك يا ايمن. ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب ان شاء الله، وتنجح وتكسر الدنيا ان شاء الله، وتكون يعني نجم مصر في المستقبل ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا يوسف حبيبي. يا سليم برضه انا مش عارف بالي النهارده هو مدي عليا داخله ببعضها عندي في اسماء مش عارف ايه. نورتنا يا سليم. توفيق ان شاء الله. شكرا جدا. ولسه هنكمل معاكم بقيه فقراتنا، وطبعا بقى محب بقى ايه الابراج وعلم الفلك والحاجات الحلوه دي الجميله دي، ها مع سامي بعد الفاصل. يلا بينا. رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. دلوقتي جه معايا فقره بقى الابراج مع خبيره علم الفلك والابراج سابي اللي منورانا النهارده. وبما ان احنا في شهر 8 اغسطس هو برج الاسد، هنتكلم بقى عن العشريه الاولى والثانيه والثالثه وايه الفرق ما بينهم وصفات كل عشريه تختلف عن العشريه اللي بعديها او اللي قبليها، وكل التفاصيل طبعا اللي تخص برج الاسد النهارده. ازيك يا سابي؟ ازيك انت؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله، منورانا. ميرسي. طيب يا ستي، احنا دلوقتي هنتكلم عن برج الاسد بقى، ما احنا في شهر 8 بس. عايزين الاول نفهم الناس ايه الفرق بين العشريات، يعني الاولى والثانيه والثالثه. طبعا الشهر بيتقسم 30 يوم. هم 30 يوم فبيتقسم على ثلاث مرات. فاشرحي لنا بقى صفات كل عشريه. هو مبدئيا اي برج بيبتدي من يوم 21 ل 20. اوكي، يعني مثلا هنتكلم عن الاسد بيبتدي من 21/7 ل 20/8. تمام. اللي من 21/7 ل 31/7 دول بيبقوا اسد واخدين من السرطان، يعني في جزء منهم بيبقى من شخصيتهم يعني بيبقى شويه سرطان على شويه اسد، اوكي؟ نسبه وتناسب، يعني ما فيش حاجه بعينها اكتر من الثانيه، اوكي؟ من 1/8 ل 10/8 ده بيبقى الاسد بيور، يعني ما بياخدش حاجه من حد، لا بياخد من قبله ولا من بعده ولا اي حاجه، ودول اصعب حاجه، اوكي؟ من 11/8 بيبقى بيور، يعني بيبقى دايما البرج اسد. دايما البرج لما بيبقى البرج ذات نفسه بيبقى صعب شويه، بيبقى عامل زي الماده الخام. اوكي، مفيش مرونه شويه، يعني يا ابيض يا اسود. مع ان يا سابي يعني دايما بحس ان الابراج اللي هي بتبقى مثلا زي ما قلتي كده اسد واخد من السرطان، بحس انه بيبقى واخد اسوأ ما في السرطان واسوأ ما في الاسد، فبيبقى في كده شويه كلكعه في البرج. بص، لو البرج لو برجه قوي واللي قبله ضعيف بيبقى برجه هو اللي بيسيطر. يعني مثلا مش عارفه اقول لك ايه، مثلا يعني مثلا السرطان والاسد. برج الاسد بوجه عام ست وراجل اقوى من السرطان، ست وراجل. اوكي، فلما لو بتوع السرطان اللي بيبقوا رايحين ناحيه الاسد بيبقوا اقوى من السرطان العادي واذكى من السرطان العادي. أي. اللي هم العشريه الاخيره من السرطان اللي في لكن برج الاسد اللي في شهر 7 اللي هم اخر 10 ايام في شهر 7 الاسد هو اللي بيبقى مسيطر اكتر من السرطان. البرج الاقوى هو اللي بيسحب الثاني، لان كده كده في الحياه النهارده انت لو انت وحد صحاب، اتنين صحاب ولد وبنت او بنت وبنت او ولد وولد، الشخصيه القويه هي اللي هتسحب الثانيه سواء للخير او للشر او للصح او للغلط.
اوكي. فنفس الحكايه برضو نيجي للعشريه الثالثه اللي هي من 11/8 ل 20/8. ده بيبقى اسد عذراء، بيبقى واخد من العذراء. العشريه الاولى بتبقى هاديه شويه، يعني بتحس ان هو لازم موضوع يحصل وتلاقيه حمول بيصبر بتاع، بيجي على نفسه شويه بعد كده ممكن ينفجر لان الاسد مقصر، لكن بيبقى هادي شويه اللي هو واخد من السرطان. بتوع 1/8 ل 10/8 ما بيتفهموش، يعني عاملين زي الصعيده يا ابيض يا اسود، يعني الحاجه لو ما كانتش زي ما هي في مكانها او الحاجه تكون صح قوي او الحاجه لازم تكون اوكي جدا ما بيشوفوش. اوكي. العشريه الثالثه اللي هم واخدين من العذراء دول عندهم يعني شويه على حسب اللي قدامهم، دايما بيوزنوا الامور على حسب السيناريو اللي هم عايشينه او على حسب الموقف اللي هم عايشينه. تمام. طيب معانا اول تليفون من امل من اسكندريه. اهلا بيك يا امل. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام منورانا. ده نورك يا حبيبتي. اتفضلي. انا بس بسال، انا 29/3. تمام. 23/3. انت 29/3؟ 2003. اوكي 2003. طيب ماشي اوكي. ومامتي 23/3. تمام 23/3 وانت 29/3. ايوه. طيب تسالي على حاجه معينه؟ ايوه على كله بقى، يعني وبالذات في الدراسه وفي الحاجات دي اللي اداني كان الفيروس. ماشي يا امل. طيب اسمعينا سابيه هتجاوبك على طول. هي 29/3 ومامتها 23/3. اوكي خلينا نتكلم فيها هي الاول. هي 29/3 هي الحمل بس واخده من الايه؟ من الحوت. اوكي. البرجين اقوياء مش محتاجين حاجه، الحوت ست قويه جدا والحمل ست قويه جدا. بس يمكن الحمل الفتره اللي فاتت كانت عندهم حلوه، بس يمكن اللي كان مأثر عليه الحوت، لان الحوت بقاله 10 ايام على طول يا الحوت بقاله 10 ايام اسبوعين مش هو، يعني هو مش هو، الدنيا مش حلوه عاطفيا، مش حلو الدنيا، مش ظابطه، مش مستحمل حد ماديا، مش اوكي عاطفيا، مش اوكي. بس بقول له للحوت الفتره دي خلي باله لان عنده نصبايا، عنده حد يضحك عليه في فلوس اكتر من اللي هو فيه. يا سامي ارحميني. اوكي خلي باله علشان عنده حاجه مش لطيفه هتحصل له فياخد حذره. وهي عشان ملمسه من الحمل شويه، يمكن الحمل هيسحبها لان الحمل الفتره دي عندهم حلو، ابتدت الدنيا عندهم تبقى حلوه جدا الحمل، وداخلين على شغل جديد او داخلين على مرحله حلوه. لان الفتره اللي فاتت ما كانتش حلوه عندهم، بس الفتره اللي جايه حتى المشاكل اللي كانت عندهم ابتدت تتحل. الحمل المشاكل اللي كانت عندهم ابتدت تتحل حاجه ورا حاجه، بس هم السبب. يعني دايما بنت الحوت، بنت الحمل والحوت هي 90% عناديه. يعني الفترة الأخيرة مش عنادية ولا حاجة. لا خلينا نتفق إن كل مرحلة وليها النضج بتاعها. الحوت الفترة الأخيرة أو الحمل الفترة الأخيرة ابتدى من كتر اللي شافوه واللي عاشوه يبقوا في مرونة شوية أو ابتدوا يتهاونوا شوية أو يبتدوا، بس هما ما بيعملوش كده، هما بيبعدوا دايما، يبعدوا. مش عايزين جدال، مش عايزين مناقشه، مش عايزين رغي على، مش ما بيحبوش يحرقوا على الفاضي والمليان، فبيبعدوا. طيب نجاوب بقى على مامتها 23 عشان احنا معانا تليفون. اوكي مامتها 23/4. لا 23/3 هي برج برضو الحمل بس واخده من الحوت اكتر. حتى هتلاقي بنتها وهي ملامح جسمهم مختلفه، هتلاقي واحده فيهم طويله واحده فيهم اقصر شويه. اوكي. دي شويه اللي هي هتبقى تعبانه اكتر من بنتها. دي شويه اللي هتبقى لسه ما زالت الدنيا عندها مش الطف حاجه، تخلي بالها. بالظبط. فهمتك خلاص. طيب معانا تليفون من ام محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بيكي. لو سمحتي انا عاوز اعرف برجي. اتفضلي قولي التاريخ. 14/7/84 وابني 6/10 وجوزي 13/10. ثانيه واحده حضرتك 11/7 صح؟ 14/7. 14. انا اسفه 14/7 تمام. وجوز حضرتك 13/10. 13/10 وابن حضرتك 19. طيب ماشي اسمعينا. هي 13/7 ولا 14/7؟ هي 14/7. 14/7 هي سرطان واخده من الاسد عشان هي اخر 10 ايام في السرطان. السرطان او الاسد بوجه عام الفتره دي عندهم حلوه. اوكي بس بقول لها ما تدخليش نفسك، بقول للسرطان بوجه عام خلي بالك الفترة دي أي مشاكل حواليك من صحاب من قرايب من إخوات من أي حد ما تدخلش نفسك. تمام. لأن هو طول الوقت السرطان بيبقى كبش فدا. أوكي
فالدنيا ماشيه حلوه عندكم، بلاش تدخلوا نفسيكم في حاجه ما تخصكوش، او خليكم ضيف شرف، او خليك ضيف خفيف، يعني حتى ما تحاولش تسمع عشان الفضول ما يقتلكش وتحاول ان انت تتكلم او تقول رايك. اوكي تمام. جوزها 13/10 13/10 برج الميزان، واخر 10 ايام يعني واخد من العقرب. يمكن العقرب شويه يشد نوعا ما، لان الميزان الفتره دي متردد، لان هو الميزان الفتره دي مش من الابراج. يعني الابراج ان الفتره دي ال 10 ايام دول مش حلوين عندهم، هو الدل والجوزاء والميزان. بس يمكن احسنهم الجوزاء، بس الدل والميزان بنسبه كبيره عندهم الدنيا مش حلوه. اوكي فبقول للجوزاء قصدي الميزان، حاول بطل التردد وخليه جري شويه واجري شويه، لان الميزان بطيء قوي. طيب وابنهم 9/10 9/10 نفس الحكايه برضو ميزان. هما الاثنين العشريه البيور اللي هو الميزان ميزان، بقول لهم اجروا في احداثكم شويه، حاولوا الدنيا تبقى فيها مرونه اكتر من كده نوعا ما، ويعني يحاولوا يجربوا، لان هما بيخافوا دايما، بيبقوا رجل جوه ورجل بره، ما بيحبوش يخاطروا. ايوه ويغيروا شويه من فكرهم بس. مش اكتر. طيب في حد بيسال عن برج 22/5 راجل. 22/5 جوزاء، واخد من الثور، عنده ارتباط جديد. عنده ارتباط جديد، عنده داخل في علاقه جديده، هيخرج من علاقه وداخل في علاقه، عنده حاجه جديده وعنده سفر. وغالبا سفر هتبقى شغل يعني شغل ولا فسح؟ فسح او شغل، بس الموضوع ممكن يقلب لشغل بعد كده، حتى لو هي فسحه ممكن يقلب لشغل، لان برج الجوزاء هو جوزاء وتور كمان، لان هو العشريه الاولى. اوكي دماغهم اكتر بره البلد، يعني تحس ان هم التور والجوزاء دول مش شبه العرب او المصريين، تحس ان هم شبه الاجانب اكتر، او يعني فكرهم وطريقتهم. تحس ان هم فورمال، بيحبوا الشغل، ما بيتكلموش كتير، يتكلموا على قد، فيلاقوا نفسهم بره مش اكتر مش من هنا. طيب معانا تليفون من ايمان. الو خط قطع. طيب معانا ام محمد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اعرف برجي. انا 18/8 68 تمام، وبنتي 7/8 99 تمام. عايز تعرفي حاجه معينه؟ كل حاجه بقى. عشان هي الفتره دي بنتي يعني مكتئبه شويه. لا ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله. طيب اسمعي سابي بقى هتجاوبك على طول. هي 18/8 هي 18/8 هي اسد واخده من العذراء. اوكي والله انا وهي بنتها كمان اسد، يعني بس هي 7/8 انا مش شايفه ان الاسد الفتره دي عندهم مش حلو، يعني بالعكس الفتره دي عندهم حلوه. يعني او نوعا ما احسن من ابراج ثانيه كتير جدا جدا جدا، بس هو الساعة على الاقل ايه احسن من الحوت على الاقل مثلا. بس هي كل الحكايه السعي. الاسد برضو عنده مشكله ان هو تقيل، لو ما فيش حاجة بتحركه أو حاجة مهمة قاعد مش عايز يقوم. ليه؟ أنا بحس إن الأسد دايما نشيط وبيسعى ورا رزقه. لا لازم ورا لازم لازم وذكي. لا بصي هو الحاجة وناقدها. لو دايما لو في عنده حزن يروح له قوي، هو بيوصل لكل حاجة لآخر الحاجة. بالعكس الفترة دي عندهم حلوة سواء عمليا أو ماديا أو أي حاجة. بقول لهم اسعوا اسعوا، يعني حتى لو ساعة لشغل ساعة لشغل ساعة لعلاقة عاطفية. كل الحاجات دي الفترة دي عندهم حلوة، أمورهم ماشية. فبقول لهم استغلوا ده. هي كل الحكاية إن 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 يعني دايما بتبقى تربية نوعا ما، ممكن يبقوا الأهل مخلينهم في إطار معين ما بيخرجوش براه، فده بيبقى عامل حاجز، مع ان الاسد مع بيخرج من اي حواجز وبيعمل اي حاجه وبينطلق بالزبط. بس الفتره دي عندهم حلوه بوجه عام، يستغلوها. طيب كويس قوي. معانا استاذه منى. الو الو ايوه ايوه منى. كنت عايزه اسال على 3/5 3/5 ده مين 3/5؟ انا 3/5. طيب وخطيبي 27/7 وماما 21/7. خطيبك 27/7 ومامتك 21/7 تمام. انت عايزه طبعا تعرفي التوافق بينك وبين خطيبك. لا عامة بقى كل حاجه. ماشي يا منى، بس ما تزعليش انا ماليش دعوه. ها انت اللي مسؤوله. ماشي يا منى نورتينا. هي 3/5 خطيبها 27/7. هي 3/5 بتقول ارجوكي قولي حاجه حلوه. بسبوسه. هي 3/5 طور. اوكي وهو 23/7 27/7 كمان يعني اسد. اوكي الراجل الاسد ما بينفعش مع الطور، يبقوا ممكن يبقوا اصدقاء حتى ما ينفعوش شغل.
ما يشتغلوش في مكان مين واحد. مين اقوى من تاني؟ ست التور قوية جدا وراجل الاسد قوي. عشان كده ما ينفعوش مع بعض؟ اتنين اقوياء والبرجين دول. ست التور اقنعني واقنعك، لازم تقنعيها، ما ينفعش تديها اوردر. راجل الاسد ما بيعملش حاجه غير انه بيدي اوردر. بيحب يتمتع بيستمتع في ان هو بيدي اوردر. اوكي؟ حتى لو غلط. وعمره ما بيعترف بغلطه. شايف ان هو طول الوقت صح. فست التور مش هتنفع معاه، لان يعني قصدي اقول ان علاقه مش هتبقى مش مكتمله، يعني في الاخر مش هتظبط. لان مش يعني دايما لازم حد يتنازل في الطرفين دايما اي علاقه عشان تبقى ناجحه. مين اللي ممكن يتنازل في العلاقه دي، التور ولا الاسد؟ يعني هي اللي تتنازل ولا هو؟ هو لو اتنازل يبقى بيكذب عليها. هيتنازل في الاول بعد كده مش هيكمل الموضوع؟ لا، يبقى بيكذب، مش حقيقه. يبقى في حاجه قدام بيعملها او خطوه لحاجه تانية. طب هي ممكن تتنازل كتور على حسب الدخله اللي هيخشها عليها. لان ست التور ليها دخله، دخلتها لها هتعرفي تظبطي الدنيا. ما دخلتهاش خلاص هي مش شايفه، لان هي بتحب المعامله الشيك او بتحب نخبط قبل ما نخش. ما بتحبش الاوردر، الطريقه، الهجوم، ما لهاش في الكلام ده خالص. لان هي بتفهم بتفهم، بس هي ما بتعرفش تعبر عن نفسها، ما بتعرفش تعمل شو عن نفسها، ما بتعرفش تعمل اراجوز. هي بس بتحب ودايما في شغلها الحاجه اللي بتعملها بتتكلم عنها. هي ما بتعرفش تتكلم كتير او زي الاسد. الاسد بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يتكلم وبيعرف يعمل تسويق لنفسه كويس جدا. طب ايه اكتر صفه مشتركه في اصحاب برج الاسد في الثلاث عشريات؟ يعني مثلا دايما اسمع ان اصحاب برج الاسد قياديين قوي، دايما يبقى قيادي في الشله او في شغله، مجامل زياده عن اللزوم، لسانه حلو حتى لو هو مش بيحب اللي قدامه بس ممكن يجامله عشان يوصل لحاجه معينه او لهدف معين. هل ده موجود فعلا في برج الاسد؟ لا بالعكس، يعني انا اول مره اسمع موضوع ان هو ممكن يجامل حد علشان ممكن رجاله الاسد يجامله عشان في مصلحه او عشان في حاجه عايزينها. لكن ستات الاسد بيحدفوا طوب. والقياده قيادي، كلهم قياديين، كلهم قياديين. طيب معانا ايمان على التليفون. الو ايمان، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. لو سمحت انا تاريخي ميلادي 13/10 مين؟ 18/3 هو في خلاف بينا يعني ومشاكل، فكنت عايزه اعرف. استني استني يا ايمان، واحده واحده يا ايمان، واحده واحده عليا. انت 18/10؟ انا وجوزي 9/3. 9/3 تمام. انت بقى في خلاف بيني وبينه، فكنت عايزه اعرف هيحصل طلاق ولا لا؟ لا ان شاء الله ما يحصلش طلاق، بس هسابي هتجاوبك. ماشي، اسمعينا يا ايمان. هي 18/10 هو 9/3. اوكي. ميزان وحوت. بس هو 18/3 حوت واخد من الحمل وهي ميزان. لا لا، هي 18/10. 18/10 سوري، هي ميزان واخده من العقرب. وهو حوت. 9/3. حوت، اوكي. الحوت زي ما كنت بقول من شويه، اوكي، سواء ست او راجل عندهم مشاكل عاطفيا وماديا والكلام ده كله، اوكي. والحوت اساسا المفروض من سنتين كان خرج، لو يعني لو في لو داخل في علاقه. ما خرجش يا سامي. لا قصدي اقول لو في علاقه عاطفيه المفروض كانت العلاقه دي انتهت. حتى المتجوزين، نسبه كبيره من المتجوزين اللي عندهم مشاكل، المتجوزين اللي عندهم مشاكل المفروض العلاقه دي تكون انتهت، اللي هي بقت اكسباير يعني، اوكي. لان الحوت راجل وست بالهم طويل قوي وبيستحملوا قوي ويقعدوا ويلاقوا اسباب وصبورين جدا، بس لما بيجوا بيقولوا لا على حاجه ما بيشوفوش بعد كده. ايوه، اوكي. فاوريدي هو عنده مشاكل عاطفيا، هي بالنسبه لها ميزان عقرب. ست الميزان ما بتصبرش، او يعني عندها مشاكل في ان هي ما بتصبرش. طب انت يعني هي بتقول ان في مشاكل ما بينهم وخايفه توصل للطلاق والكلام ده، هل الامور ممكن توصل للطلاق ما بينهم فعلا؟ بصي، ست الميزان هي ميزان وعقرب كمان، ما عندهاش يعني مش رحمه قوي، يعني شديده. شخصيه قويه. أوكي؟ جدا. وميزان وعقرب. مش اي حاجه تملى عينيها ومش اي حاجه بتعجبها. هي على حق في ان هي تبقى حقها، اوكي، بس اختيارها. هو عيب كبير في ست الميزان العقرب، هي اللي بتختار وبتيجي تعترض. صح، يعني هو اختيارها اساسا. دي حقيقه، فست العقرب هي اللي بتختار دايما. بالزبط. الشخص اللي ترتبط بيه. بالظبط. طيب معانا منى على التليفون. الو. السلام
الو. يا منى ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي. بصي هو 20/4. هو مين؟ جوزك؟ او طيب ماشي يا منى. هو وانت... انا 10/2. انت 10/2. او عايزه تعرفي حاجه معينه؟ لا يعني عايز اعرف عموما. ماشي. بصي وابني 14/12. 14/12. ايوه. ابنك قد ايه؟ ابني عنده 17 سنة. ربنا يخليه لك يا منى. طيب اسمعي. ماشي. شكرا ليكي. هي 20/4 جوزها 10/2. العكس متهيألي. لا لا. هي اللي دله. جوزها صح، انت صح. جوزها 20/4. كنا نبوظ الدنيا. جوزها 20/4 وهي 10/2. اوكي هي 10/2. دايما الدلو بينجح مع الابراج الناريه. وهو برج ناري، هو الحمل. اوكي الدلو دايما بينجح مع الاسد والقوس والحمل، فان هم يتجمعوا ده يتجمعوا ويبقوا مع بعض. اوكي تمام. لكن هي اكتف عنه، هي اسرع منه. ست الدلو سريعه وبتعمل يعني هيركليز، بتعمل حاجات كتيره قوي قوي قوي. لكن هو الحمل هادي. يعني عبال ما يعمل الحاجه ودايما لما بيقع في مشكله بيبقى عايز حد يحلها له. اوكي هي كعلاقه ناجحه تمام. اوكي كتوافق اوكي، لكن هي شخصيتها اقوى. هي اقوى منه. طيب ابنهم 14/12 ومع العلم انه عنده 17 سنه. اوكي 14/12 هو برج القوس. قوس واخد من الجدي شويه، ما تخافش عليه لان راجل القوس ما شاء الله ذكي وبيسافر كتير ودايما يدرس او يشتغل بره البلد اللي هو فيها. اكتف جدا، بس هم كانت الفتره اللي فاتت عندهم مش القوس حلوة. مش حلوه، بس ابتدت تظبط عندهم شوية. النص الثاني من السنه دي ابتدت تظبط. طب كويس. فاللي عنده حاجه يعملها يعملها برضه، من القوس من الابراج الحلوه الفتره ديت. حلو قوي. طيب معانا ايه على التليفون. الو يا ايه. الو ازيك؟ ايوه الحمد لله تمام. اتفضلي حضرتك. انا 12/11 تمام. وخطيبي 7/10. خطيبك 7/10. اه. طيب عايزه تعرفي حاجه معينه يا ايه؟ احنا على طول بنتخانق. انت مخطوبه بقالك قد ايه؟ شهر 2 اللي فات. شهر 2 اللي فات، يعني لسه من قريب يعني. لسه ما كملتش 6 شهور. لسه ما كملتيش. طيب بتتخانقوا على طول؟ مين اللي بيبدا الخناقه؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين بتبداوها؟ طيب يا ايه ماشي، ربنا يكملها لك على خير. اسمعي سابي، طيب شوف بقى تقول لك ايه. هي كام؟ هي 12/11 وهو 7/10. لا استني، خطيبها 12/11 وهي 7/10. اوكي هي 7/10 الميزان. اوكي هي اللي بتبتدي على فكره، لان هي هجوميه شويه. ست الميزان هجوميه. اوكي ما بيعجبهاش اي حاجه، يعني ما بتعرفش بس تتجمل. ده عقرب برضو. لا راجل العقرب، ثانيه واحده بس، راجل العقرب هو بس كل اللي بيستفزها منه ان هو ما بيواجهش او ما بيقعدش يتكلم معاها او يواجه، هو بيهرب او بياخدها على قد عليها. لا بيهرب. يقول لها ماشي حاضر اللي شايفاه اللي مش عارفه. يعني ردوده بتستفزها، فده اللي بيوصلها للي هي فيه. بس مش اكتر. هي بتحب حد، يعني هي تحب ايه ست الميزان، حتى لو غلطت على تعالى صريح، تعالى نتكلم، هتحترم ده. لكن اللي يقعد ويلف ويدور ويقعد يحور، هتقوم هاجمه على طول. طب هو عقرب وهي ميزان، الاثنين قويه قوي، مين اللي بيمشي كلامه؟ لا طبعا هي القويه اقوى هي منه. هي اقوى منه طبعا. العقرب الست اللي اقوى من الراجل في العقرب. الست العقرب، راجل العقرب شاطر بس في حياته العمليه. لكن حياته الشخصيه صفر. شاطر وذكي وبيعمل وبيعمل اجتماعي وبيعرف اجتماعي جدا وبيعمل حياه جميله جدا وكريم ومرزق وذكي وشاطر، لكن ما بيواجهش الامور اللي بتحصل. بيهرب منها، ما بيحبش المواجهه. اوكي بيعمل المواجهة. كيان بس بيبوظه بحاجات صغيره. بتحب المواجهه. ست الميزان بتحب تواجه. ست الميزان عشان كده في مشاكل ما بينها. تواجه وبتتكلم، يعني محاميه. محاميه. وانا دايما بسمي ست الميزان عامله زي قبل النظره. طول الوقت ماسكه عصايه. هي عيبها كله ان هي وهي بتزعق او بتتكلم او بتتناقش بتبقى شديده. فما بتبقى حتى ما بتحاولش تضحك مثلا تمتص اللي قدامها. بتبقى شديده ودايما رياكشنات وشها بتبقى فاتحاها او باينه عليها، فبتخوف اللي قدامها او اللي قدامها ممكن يتربك من 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 طريقتها. بس لكن هي شخصيه اقوى طبعا. هي اقوى منها. طيب معانا فاطمه على التليفون. الو الو. ايوه ازيك؟
مساء الخير. مساء النور، منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا اسمي فاطمه. اتفضلي، اسمك ايه؟ انا اسمي سالي. سالي؟ اه. اهلا بيكي يا سالي، احنا اسفين جدا. لا ولا يهمك. اتفضلي. بخير. من فضلك، انا برج الاسد وخطيبي برج العذراء. لا قولي لي تواريخ. انا 9/8. تمام. هو 27/8. ايه ده، انتوا نفس الشهر؟ اه. انا اسد وهو عذراء. طيب عايز تعرفي حاجه معينه؟ آه لا، عايز اعرف يعني هل العلاقه ما بين الاسد والعذراء تمشي؟ الناس كتير بيحذروني. اه ايوه يا سيدي، بس انتوا مخطوبين يعني. هي النهارده عيد ميلادها، هقول لكم صوت. لا هو ساعات بنقفش وساعات بنبقى كويسين، بس هو بيقفش على طول ودايما بياخد موقف كده. اه هو عذراء، ما انا عارفه. كل سنه وانت طيبه الاول، النهارده عيد ميلادك. طيبه. عقبال 100 سنه يا رب. طيب يعني انت بتتكلمي ان هو دايما هو اللي بيقفش. اه هو على طول بيقفش، بس لا انا هقول لك هو بيعمل ايه. هو دماغه صغيره شويه او بيكبر الامور شويه في اي مشكله. اه هو بياخد موقف وبيزعل وما بيسامحش بسهوله. لا هقول لك هو بيعمل ايه. طيب اسمعينا يا سالي، هنجاوبك على طول. هي 9/8 هي اسد بيور. وهو حاجه 28/9 27/8 اسد عذراء اسد. مبدئيا اصعب حاجه ده اصعب حاجه برج العذراء. العذراء وكمان واخد من الاسد. يعني هي لابسه في حيطه، لابسه في حيطه. يعني اخلعي لا يا سالي. اساسا هي سائله وقال لها علاقه مش هتكمل ومش حلوه. الاسد والعذراء ما ينفعوش مع بعض، هما لازم يتقابلوا. يعني اي اسد وعذراء هيتقابلوا بس مش هيكملوا. لكن ما يكملوش. اوكي. ليه بقى؟ راجل العذراء دايما اخطاؤه كتيره، بس شاطر، عنده رد جاهز، عنده كذبه كامله. وعنده مبررات طول الوقت للغلط. ما هو عنده حضور وكذبه كامله. اوكي. بيعرف يقلب الترابيزه. يعني دايما بيعرف يقلب الترابيزه، ودايما لما بيشوف من ست الاسد غلط بتعمله يطنش. ويشيل على جنب، يركن يركن يركن، علشان لما تعمل، لما هو يعمل حاجه يقوم راسس بقى. عنده خط من الاخطاء. اوكي. شاطر في قلب الترابيزه. والراجل العذراء عشان ست الاسد تعرف تتعامل معاه بيجي بالشخيط او بيجي بالزي بس كده. طيب اخر حاجه يا سيفي، يعني ناس بتسال، اصحاب برج الاسد بيسالوا انه في شهر عيد ميلادهم دايما بيحسوا بالاكتئاب. هل كل اصحاب الابراج في ايام او شهر عيد ميلادهم بيحسوا بنفس الاكتئاب ولا بتوع الاسد بس؟ ارد عليك. ايه الاساس العلمي للموضوع؟ لا بصي، هو اي برج في فتره عيد ميلاده ما بتبقاش حلوه. بيبقى مش هو، او بيبقى الدنيا مش مظبوطه عنده. دي كل الابراج. وبرج الاسد نفس الحكايه، بس بيبقى اول اسبوع يعني لغايه يوم 8 في الشهر بتبقى الدنيا مش حلوه. اوكي. لكن بعد كده الدنيا بتظبط، لان هو برج ناري، وبعدين هو برج شمسي. وهو شهر 8 الشمس كلها. اوكي. فده بيأثر كمان، بيبقى مش على، يعني مش طايق نفسه مثلا. لا يعني عايزه اقول لك ان كمان هو مش بيأثر على الاسد بس، بيأثر على كل الابراج. يعني كل الابراج في شهر 8 بتبقى متضايقه، مش طايقه نفسها، في حاجه غلط، متوتره. اوكي. بيبقى صيف مع حر، مع نفس الحكايه. البرج ذات نفسه برج ناري جدا جدا جدا، لكن بمجرد بس ما بيعدي اول 10 ايام او اول 15 يوم من البرج ذات نفسه الدنيا بتظبط. بس انا عايزه اقول فعلا ان كل الابراج بتحس بالاكتئاب فتره عيد ميلادها، دي حقيقه. يعني بالظبط. بنتضايق قوي انه احنا كل يوم او كل سنه بنكبر. اكيد. لا هو مش عشان الكبر، هو بيبقى كل الناس مركزه مع عيد ميلاده. زائد مين كلمني، مين ما كلمنيش السنه دي، مين معايا، هل معايا حد بحبه فترة ولا لا. يوم عيد ميلاد كل واحد بيبقى اكتر فتره حساس فيها الشخص. دي حقيقه. نورتينا جدا يا سابي، شكرا ليكي جدا. ان شاء الله نشوفك على خير الفتره الجايه والفقره الجايه باذن الله. إن شاء الله. شكرا ليكي. احنا كده خلصنا حلقتنا من ان بوكس، نشوفكم بكره على خير في حلقه جديده الساعه 6:30. استنونا على الصاله البلد 2. باي باي.